وسهلا نحيو صلاة العيد في المسجد تاعنا، وهذه العادة يسمى تورثناها عن أجدادنا، ومع أن نجيبوا بعض الإكراميات بعد انتهاء من الصلاة، زعل الإكراميات على المواطنين على يحضروا الصلاة، وفي الأخير نجيبوا الدعاء للجميع الحاضرين. الناس اللي ما تلاقوش عندهم مدة نتلاقوا هنا نشوفوا بعضنا، ما شاء الله يعني جو عائلي تاع محبة في هذا الليل. كاين كل واحد الصباح كل واش يجيب، واحد يجيب طعام، واحد يجيب واش يقولوا لها مسفوف، ايوا حاجه ما شاء الله يعني. وهذه ارضنا وارض اجدادنا وما نفرطوش فيها وما نسمعوش فيها، ولازم نجيو نصليو العيد هنا.